مشاهدي اون تايم سبورتس، احباء كرة القدم في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم الى الاسكندرية، الى عروس البحر الابيض المتوسط، وتحديدا الى استاد الاسكندرية التاريخي. يحتضن هذه المباراة الهامة جدا بين سموحة وفيوتشر. سموحة يستضيف فيوتشر في لقاء ضمن مباريات الاسبوع 28 لمسابقة الدوري العام الممتاز المصري لكرة القدم موسم 22-23، دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة. اللقاء هام جدا للفريقين زي ما قلت لحضراتكم. سموحة في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بينما فيوتشر بيحتل الوصافة في المركز الثاني في الدوري برصيد 50 نقطة، والفوز هام جدا للفريقين. سموحة حاليا في الأمان المؤقت، لكن الفوز الليلة سيدفع به للأمام خطوة كبيرة جدا، بينما فيوتشر متراجع مؤخرا، ثلاث مباريات بلا فوز، والليلة ممكن تبقى فرصته لاستعادة العزف على نغمة الفوز مرة أخرى. انطلقت المباراة ونتابع مع بعض أحداث هذا اللقاء. كيف ستسير الأمور؟ لمن ستكون المبادرة في هذا اللقاء؟ لأحمد سامي ولا لعلي ماهر؟ خلينا نشوف ونتابع. ودي طبعا مش المواجهة الأولى اللي بتجمع بينهم، دي المواجهة التامنة اللي بتجمع بين أحمد سامي وعلي ماهر، الاثنين مدربين الكبار. لكن الثلاثي الهجومي في الأمام، مروان والبدري وعبد الكبير، مستمر ومتواجد. ادي مروان يا ولد، الله، مش ممكن، اول كوره وبشماله مروان محسن يلف الكوره في اقصى الزاويه اليمنى للهاني سليمان اللي يتالق ويبعدها وينقذها ويمنع هدف مؤكد لفيوتشر. لكن جت المتابعه من مصطفى البدري اللي اطاح بالكوره في السماء. شوف مروان بشماله والمتابعه من مصطفى البدري، لكن يطيح بالكرة في السماء وشكلها كمان لمست في العارضة وهي خارجة. عليت قوي من مصطفى البدري. شوف من الزاوية دي مروان روعة والهاني سليمان أروع، لكن المتابعة من مصطفى البدري كانت محتاجة تبقى أدق وأرق وأحن شوية. وشوف مين اللي كان مكمل، كريم ندفد. يعني لو مروان لعبها فيرست تايم كده لمسة، ادي الانطلاقة اللي بنقول عليها اهو، وادي المساحة، وانفرود، مش ممكن بواتانج. دي الكورة، اللعب المباشر، اللعب السريع، ومن اقصر الطرق بيعرف احمد سامي يوصل لعبته، وبالفعل هو اللي حصل. 1 2 3 3 لمسات وصلوا فورا لمنطقة جزاء فيوتشر، انفرد بواتانج، خرج جنش، لعبها بواتانج لكن ما تتظبط. شوف الكرة من النيجيري الى الغاني، النيجيري يصنع والغاني يضيع. انطلاقة من كلابا، يا ولد عدى بمنتهى المهارة ولمح بواتينج في وضع رائع وفي مكان رائع وحطها له هدية الحقيقة، لكن لحظة خروج جنش لعبها غلط بواتينج. اتلعبت الضربة الحرة امامية ناحية الشمال لمصطفى البدري على حدود منطقة الجزاء، نفس الكورة مرة تانية، مروان مطالبة بلمسة يد وضربة جزاء، وفي النهاية ضربة حرة لسموحة. لو شافوا ان الكورة دي تبص، هي المشكلة ايه بقى؟ الكورة فاتت من مروان محسن وايد شريف رضا كانت على الارض. عبد العزيز السادة هيقرر ايه، والكابتن سمير كابتن سمير محمود عثمان هيبقى رأيه ايه في الكرة دي، وهل هيتفق مع قرار الفار او مع قرار كابتن عبد العزيز ولا هيختلف؟ كرة مثيرة للجدل جدا الحقيقة. حسبها ايه؟ ضربة جزاء اذا لفيوتشر في الدقيقة 30. عبد العزيز السيد بعد مراجعة الفار يعود ويتخذ القرار ويحتسبها ضربة جزاء على شريف رضا، وفرصة كبيرة لفيوتشر لافتتاح التهديف وافتتاح التسجيل في هذا اللقاء. واعصابه قوي ما بيتاثرش بالحاجات دي. هنشوف مروان محسن ياخد القرار
مروان محسن في مواجهة الهاني سليمان. مروان يا ولد، الهاني سليمان في زاوية والكورة في زاوية، والهاني سليمان يشوط الكورة تخبط في مروان محسن وراح له يعتذر له، ومشكلة بلا داعي. هو الحقيقة مش قاصد، لكن يعني مش عايزين بس ايه الامور تتطور والامور تشتعل بلا داعي، لان هو الحقيقة يعني الهاني سليمان من ضيقه ومن غيظه، يعني الهدف لسه متسجل فيه، فشاط الكرة، شوف الكرة شاطها فخبطت بدون قصد، يعني هو مش قاصد ان هو يصيب مروان او يشوطها فيه، يعني هو بيلعب الكرة وخلاص بيخرج غله في الكرة يعني، فخبطت في مروان. حظه وحش مروان، لكن الحقيقة يعني اللي يثبت حسن نية الهاني سليمان انه راح فورا وبيعتذر لمروان محسن، كرة بلا قصد. اذا فيوتشر يتقدم في الدقيقة 32 بركلة جزاء لمروان محسن اللي بيسجل سادس اهدافه هذا الموسم، باعصاب هادية، باعصاب باردة، وبتركيز كبير مروان محسن يتقدم لفيوتشر بأول هدف يسجله فيوتشر بعد ثلاث مباريات كاملة من الصيام التهديفي. ضربة حرة شريف رضا من ناحية الشمال وبالقدم اليمنى تتلعب عالية، التعادل، التعادل لسموحة بين نيران الصديقة باسم علي، هو من يضع البسمة على وجه أحمد سامي وعلى وجه سموحة ولاعبيه وجهازه بعد خطأ كبير جدا بدون قصد بدون تعمد، بيسجل هدف ذاتي. والغريب وشوف الكورة بقى، ان اللي تسبب في ضربة الجزاء على فريقه هو اللي يتسبب في هدف التعادل لفريقه، وكأن شريف رضا بيصحح خطأه في ركلة الجزاء فبيلعب الضربة الحرة اللي يخطئها باسم 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 باسم، يسكنها في شباك جنش في مقتل في زاوية صعبة جدا، ويتعادل في الدقيقة 44 باسم علي بالخطأ في مرمى. اكتفي حكم اللقاء الكابتن عبد العزيز السيد بهذا القدر، يطلق صفارة نهاية الشوط الاول السريع، والناحية الثانية نزل محمد عصام واحمد مصطفى، لكن خلينا نشوف مكان مين. ينطلق الشوط بصفارة من الكابتن عبد العزيز السيد، يمشي ويلعبها بالعرض خطيرة جدا جوه المنطقة، التسديدة من بوبو، التصليحة والتهيئة من مروان محسن ثم التسديدة والمحاولة من محمد رضا، تعود مرة أخرى عالية جوه المنطقة، والرأسية كان حابب مروان، حب إن هو يلعبها في مكان بعيد عن الهاني سليمان، أحمد عاطف وسط ثلاث أربع خمس لاعبين من سموحة، لكن جت المساندة واتعكست الكرة إلى زعزع. يا ولد لمسة، مش ممكن مش ممكن يا بوبو، الكرة الأقرب، الكرة الأخطر، وفي الدقيقة كام؟ بص على الساعة، بص شوف التوقيت في الثانية الأخيرة، بعد كرة روعة من زعزع ولحظة خروج الهاني سليمان غمزها خطفها بوبو في اتجاه المرمى، لكن مشيت جنب القائم. صفارة النهاية من جانب الكابتن عبد العزيز السيد، نقطة لكل فريق، سموحة يرفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما فيوتشر يرفع رصيده الآخر إلى 51 نقطة.